روح فين ده؟ الدنيا اجازه والدنيا عيد. اهو اخر مره كنت قاعد فيها القعده دي عملت عرض محدش عامله في مصر كلها. طيب ولاجل الكلمتين الحلوين دول تاجر السعاده بيقول لك ان احنا قاعدين دلوقتي انت قاعد في بيتك بتعيد وبتاكل اللحمه واحنا مش فاضيين للكلام ده كله، احنا بنفكر فيك وقلبنا عليك. خارج من العيد وعايز تركب عربيه تاكل بيها عيش بدل الفلوس اللي صرفتها في العيد ومش عارف هتجيبها منين تاني، يبقى تعالى بقى انا هقول لك تعمل ايه. دار بتاعتك مكتوب فيه حاصل على بكالوريوس او حاصل على دبلوم، معكش وظيفه، معكش سجل تجاري بتاع ضريبيه، ونفسك تركب عربيه بفايده كويسه، فايده 13.5% 13%، سيبك بقى من 12% و12.5%، مش عايز تركب بتقسيط مباشر والكلام اللي بيتقال لك بره ده، يبقى تعالى لتاجر السعاده هو اللي هيركبك وهو حلك الاكيد. بص بقى اتفرج معايا. اريزو 2022 فابريكا بالكامل ما فيهاش جرام، اقدر اركبها لك بمقدم من اول 150,000 جنيه و160,000 جنيه. طيب مش عايز مانيوال يبقى تعالى، ومش عايز صيني برضه يبقى تعالى. الانترا اتش دي 2020 فابريكا بالكامل ما فيهاش جرام بويا غير مرمتين ثلاثه في الجنبين، عداد 73,000 كيلو، اقدر اسلمها لك في حدود ال 180-190,000 جنيه لو انت ما عندكش حاجه خالص في الدنيا، بس ظهر بتاعتك مكتوب فيه حاصل على بكالوريوس او حاصل على دبلوم. طيب مش عايز الانترا اتش دي وعالي عليك شويه، تعالى. اوبترا 2021 فابريكا بالكامل ما فيهاش جرام بويا غير مرمتين بالظبط في الجنب اليمين، عربيه اعلى فئه فتحه سقف، سنسور خلفي جنوت سبورت. بص الجنط، بص الجنط وحلاوه الجنط، مفيش اروع من كده صح؟ انا بروق عليك والله، ما تستاهلش بالكلام ده. طيب عربيه دي نقدر نركبها بمقدم من اول برضه 180,000 جنيه 170,000 جنيه، اركبها لك لو ضهر بتاعتك مكتوب فيه حاصل على بكالوريوس او حاصل على دبلوم. طيب مش عايز دي برضه، عايز حاجه ثانيه نقله شويه. طب بص كده معايا، اريزو 2022 فابريكا بالكامل باكياس المصنع 72,000 كيلو، سيارات توكيل بالفواتير. ما بهزرش معاك على فكره، انا بتكلم بجد. بص كده حاجتها كلها اهي، كل حاجتها موجوده وكل الدنيا على عينك يا تاجر. كل اللي عليك هتنورني في 3 شارع مدكور متفرع من شارع الهرم الرئيسي بجوار سوبر ماركت خير زمان، كل يوم من الساعه 2 للساعه 11 بالليل، بس طبعا بعد ما اجازه العيد تخلص انا بنزل لك الفيديو في العيد كده بمسي عليك مش اكتر. استناكم بعد العيد وسلام.